السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم أستاذ دكتور علاء السعيد، أستاذ دكتور بجامعة الإسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. أهلا بكم في فيديو جديد، بنتكلم فيديو سريع وجديد، بنتكلم فيه عن الفلورا دياجرام أو المسقط الزهري. بداية، كلمة دياجرام هي بتترجم مسقط، لكن ترجمة غير دقيقة. ليه؟ هنعرف ده واحنا شغالين في الفيديو حالا دلوقتي. كلمة دياجرام بيقصد بيها رسم تخطيطي، زي ما شايفين انتوا كده على اليمين في الشاشة، بيبقى رسم عبارة عن خطوط. يعني ايه رسم عن خطوط؟ نشوف كده. بنذكركم احنا مش هناخد تفصيل تركيب الزهرة اللي احنا تم شرحه في فيديو سابق. عرفنا مركبات الزهرة الأساسية اللي هي اللي من أول الكأس من بره خالص، والتخت موجود معانا هنا، الريسبتك الموجود هنا أهو رقم 11، البيانات كلها موجودة. الرقم واحد بنتكلم على الأوفري المبيض بالبويضات اللي موجودة فيه بالستايل أو القلم، رقم 2 والميسم أو الاستجما، والثلاثة دول بيكونوا رقم 4 اللي هو البيستل أو الكربل الكربل. طيب نيجي الناحية التانية، هنلاقي في عندنا الفيلمنت أو الخيط أهو رقم 6، ورقم 5 الموتوك والخيط اللي هو الفيلمنت عشان يكون لي السوداء او الاستيمنز اللي هي وحده الطلع التركيب المذكر. وطبعا في المحيط الخارجي اللي هو الكاس وحداته اللي هي السبلات، والاجزاء الملونه اللي هي البتلاب بتكون المحيط الثاني اللي هو التويج. تمام كده، اللي هو رقم 8 اللي هو دي البتلات. طيب ده كله بيتشال فين؟ بيتشال على حاجه اسمها ريسبتكل اللي رقم 11 اللي هو بنسميه التخت. ده التركيب الاولي واحنا واخدينه بالتفصيل في فيديوهات سابقه. ليه بقول كده؟ طبعا المعلومة التانية بقى اللي بناخدها نوع الزهرة. الزهرة معظم انواع الازهار بيكون هيرمافرودايت، يعني خنثى، يعني الزهرة الواحدة. طبعا انا هنا شايل المحيطات الخارجية، بتحتوي على اعضاء التكاثر اللي لونها ازرق دي كده، اللي هو الخيط والموتوك والكرابل اللي هو التركيب المؤنث. يبقى النبات كله الازهار اللي فيه كلها بتكون خنثى. طيب اذا كانت الزهرة يونيسيكشوال، يعني احادية الجنس، يعني ايه احادية الجنس؟ يعني الزهرة يا اما فيها الاصدية فقط او فيها الكرابل فقط. بناخد بقى عندنا ممكن يكون الاثنين موجودين على نفس النبات، يعني النبات شايل بعض الازهار مذكره وبعضها مؤنثه، فدي بتكون ازهار يونيسيكشوال فلاورز، يعني ازهار وحيده الجنس. حلو، على نفس النبات، فده بنسميه احادي المسكن. يعني ايه احادي المسكن؟ يعني الاثنين ساكنين على نبات واحد، في عماره واحده، في نبات واحد. اما لو حصل ان هما يونيسيكشوال ولكن النبات كله بالكامل ازهاره مذكره، ونبات اخر كله نبات بالكامل كله ازهاره مؤنثه، ونبات كامل كله ازهاره مذكره، يعني برضه يونيسيكشوال زي اللي فاتت. ايوه وحيده الجنس. امال الفرق ايه؟ الكلمه دي التاني اللي فات كان عن ذا سيم بلانت، انما هنا ديفرنت بلانتس، نباتات مختلفه، بنسميها دايشس بلانت. يعني ايه؟ ثنائيه المسكن، يعني الازهار المذكره على نبات والازهار المؤنثه على نبات اخر. وده تلخيص اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي كده. يبقى الزهره اما بتحتوي على اعضاء التكاثر المذكره والمؤنثه، ده انتهينا منها، وبالتالي ما ينفعش اصفها انها احاديه او ثنائيه المسكن، ما هي الزهره كنثى اساسا. امتى اوصف انها ثنائيه المسكن او احاديه المسكن؟ اذا كانت ايه؟ يونيسيكشوال، يعني احاديه الجنس، زي ما احنا لسه قايلين في الشريحه السابقه. لما بنيجي عشان نرسم المسقط الزهري، عايز ابص للشريحه اللي بعدها، لازم اشوف الشريحه او الصوره بالمنظر ده كده، يعني لازم ابص للزهره من فوق. يعني ايه ابص للزهره من فوق؟ بصوا كده معايا حضراتكم، الزهره اهي، خلاص الزهره دي انا شايفها من الجنب، اقدر ابصها ابص عليها من هنا بالمنظر ده كده اهي، يبقى انا باصص لها من تحت، انا شايف هنا عنق الزهره وشايف المحيطات الخارجيه. طب انا المسقط الزهري برسمه كده؟ لا، الحقيقه برسم المسقط الزهري لما ببص للزهره من فوق، يعني بالشكل ده كده اهو. نشوف مثال اخر، الشريحه اللي بعدها اهي، ادي الزهره اهي، انا شايفها من جنب، عنق الزهره، السبلات، البتلات الى اخره. لا، انا لازم اقلب الزهره بالمنظر ده كده عشان اشوفها. طبعا دلوقتي شغال الشكل اللي انا شغاله ده ثلاثي الابعاد، شكل ثلاثي الابعاد، بقدر احرك الزهره زي ما انا عايز بالمنظر ده كده. يبقى انا كده شايف المحيطات بالمنظر ده كده. جميل. طب نشوف بعد كده بقى، لما بنيجي بنرسم بقى الرسم التخطيطي او الدايجرام، بشوف الزهره من فوق، برسم السبلات بعبر عنها باشكال معينه، البتلات باشكال اخرى، وهكذا باقي المحيطات. هل الاشكال دي عالميه، يعني على في العالم كله؟ الحقيقه لا، حسب المرجع اللي احنا شغالين منه، وبالتالي كل دكتور شغال من مرجع معين هتلاقي الرموز بتاعته حسب المرجع اللي هو شغال منه، فبتختلف من جامعه الى جامعه او كليه الى كليه او حتى مدرسه الى مدرسه، المرجع في الكلام ده حسب المرجع اللي الدكتور او الاستاذ بيدرس منه. فنلاقي مثلا هنا في نوعين من الكتب اهو، يعني في دول مرجعين،
خلاص، اللي هو تكست تكست بوكس او الرونز دي ايه كارين. هنا البراكتس او البراكتيولز اللي هي القنابات والقنيبات بيرمز لها في المرجع ده، بيبقى الرمز بتاعها كده في المرجع ده، بيبقى الرمز بتاعها كده. التبلز في الحالات النباتيه ذوات الفلقه الواحده لما بيكون المحيط الزهري مش مقسم الى سيبلات وبتلات بيرمز له بالشكل ده، السيبلات ممكن كده ممكن كده حسب المرجع الى اخر هذه الامور. برضه الاستيمنز حسب الشكل، الاستامينويد اللي هو السوداء العقيمه اللي ما بتكونش فيها حبوب لقاح، او البيستلز او الكرابل اذا كانت هنا سوبيريور اوفري يعني الاوفري عالي فوق، يبقى اذا بقيت اجزاء الزهره تحت يبقى زهره سفليه، فبيرمز له بالشكل ده في المرجع ده وبيرمز له بالشكل ده في المرجع ده. وانا مكبرها هنا كلمه سوبيريور اوفري يعني الاوفري او المبيض مرتفع فوق، يبقى بقيه الزهره فين؟ تحت. طب اذا كان البيستل او الكاربل انفيريور يعني غائر يعني لتحت، تبقى ازهار الزهره اجزاء الزهره فين؟ فوق، بيترسم بالشكل ده ويتحط هنا ما بين كل كربله والتانيه المثلث ده، معنى كده ان ده غائر الكربله هنا تحت. طب اذا كانت الكربله هاف انفيريور يعني نصف متغطيه، نصها متغطي ونصها فوق، فبيتحط لها الرموز دي. خلاص، وده احنا اتفقنا في الاول خالص، احنا ده بيرجع حسب المرجع اللي احنا بنستخدمه، ودي الاشكال اللي احنا شفناها بالمنظر ده كده. لازم اشوف الزهره عشان ارسمها. فلو بصينا للرسم على اليسار، ده رسم كانه طولي، بنشوف فيه المحور بتاع الزهره، الاكس بتاع الزهره اللي بيمثل الناحيه الخلفيه، الناحيه الاماميه هنا البراكت اللي هو رقم 5 هنا، فده عندنا المحور بالشكل ده كده او الاكس ايا كان الرمز بتاعه. بنروح لرقم 2 بيكلمني عن البراكتيولز او القنيبات، بنيجي رقم 3 بنلاقي السبلات اهي، رقم 4 بنلاقي البتلات، بعد كده بنلاقي هنا رقم 5 ده البراكتس اللي هو القنابة الرئيسية بتمثل الناحية الأمامية. بنلاقي أيضا هنا عندنا في الستيمنز أو الأسدية، طبعا اللي باين هنا المتك أو الأنثر، بعد كده بنلاقي الكربلة، وطبعا ده قطاع هنا اللي باين فيه ده قطاع المبيض الموجود هنا. لو دققنا شوية كده أهو نكبر أكتر، هنلاقي ده قطاع المبيض بيتكون من 5 حجرات، هنلاقي ده المحور الأساسي اللي في النص، وهنلاقي دي البويضات اللي باللون الأحمر طالعة من على هذا المحور. يبقى كده ده الشكل اللي احنا بنتكلم عنه. الأشكال اللي هنشوفها دلوقتي بقى أشكال مختلفة، فبنلاقي الأكس هنا بالشكل ده كده، وهنلاقي دي الناحية الأمامية، فبالتالي اقدر اخد قطاع بالطول بالمنظر ده. الاشكال اللي هنشوفها هنا لما تيجي تشوف السبلات هتلاقي في نوع حاجه اسمها تراكب، ودي تم شرحها قبل كده سواء في السبلات او البتلات. الرمز ده او الشكل اللي احنا شايفينه ده كده اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن موضع التحام. طب دي الاسديه، امال ايه الخطوط اللي احنا شايفينها دي؟ الخطوط اللي هنا ده معناها ان الاسديه طالعه من على البتلات، بنسميها اسديه فوق بتليه. ده حاجه لفتت نظرنا هنا. طب نشوف قطاع اخر بالمنظر ده كده، ايضا موضع الالتحام اهو بالشكل ده، وهنا بقى عندنا بيبقى موجود هنا معناها برضو الاسديه فوق بتليه. خلاص ده الشكل اللي قدامنا. طب نشوف شكل اخر، طبعا هنلاحظ ان هنا السبلات ما فيهاش تراب. الشكل هنا بيبان لنا عندنا حاجه تانية مهمه جدا. ايه بقى المهم جدا؟ الدايره البنفسجيه او الموف اللي انا راسمها دي كده، معناها ان الدايره دي بتمثل ايه؟ بتمثل استامينال تيوب، لان الاسديه دي كلها ملتحمه في قناه واحده بتحيط بالكربله اللي احنا شايفينها. مش بس كده، وكمان الانبوبه دي بنلاقي الخيوط بتاعت الاسديه، الخيوط بتاعت الاسديه بنلاقيها كمان طالعه من منين؟ من على البتلات، يبقى فوق بتليه. تمام كده؟ طب نشوف الزهره اللي بعدها. هنا هلاقي فيه شكل برضو مميز جدا، هلاقي ان هنا فيه التحام بين السبلات، هلاقي ان هنا البتلات شكلها مختلف. ليه؟ في واحده كبيره في الخلف، في 2 جانبيتين، والاثنين دول ملتحمين هنا بالشكل ده. طبعا الكلام ده مشروح في فيديوهات سابقه خاصه بالعائلات. حاجه ثانيه كمان، القطاع اللي فات او المسقط اللي فات كان واضح ان الستيمنز كلها ملتحمه في ستامينال تيوب، انبوبه كامله، انما هنا لا، 9 منهم في انبوبه وواحد لحاله في الخلف كده، ده بيسموها سائب الايه؟ السوداء، وده بيميز احد العائلات او الفصائل، وده في فيديو مستقل. خلاص، هنا حاجه ثانيه، بنبص هنا هنلاقي هنا الاستيمنز بالشكل ده او الاسديه سواء السبلات او البتلات ملتحمين، وهنا برضو اسديه فوق بتليه، هي طبعا خارجه من مكان التحام البتلات، لكن برضو ما زلنا بنقول عليها ايه؟ اسديه فوق بتليه. هنا دي زهره رباعيه برضو ايضا فيها منها تراكب. طيب هنا بيلفت نظرنا ايه؟ الاسديه هنا دي زهره رباعيه، يعني الاسديه المفروض بتكون ايه؟ 4 او 6 او 8، هنا عندنا 6، ما بنلاقيش ال6 في محيط واحد، الاقي واحده على جنب اهي، ادي واحده الناحيه دي وواحده الناحيه دي، والثانيه في المحيط الداخلي، يبقى على محيطين.
هنا الاسديه كتير جدا زي المثالين اللي احنا شفناهم قبل كده، بس مش عاملين ستامينال تيوب، مش عاملين انبوبه، دول هنا متفرطين. هنا في سبلتين بالشكل ده، وغالبا دول بيتساقطوا على طول، وفي اربع بتلات بالشكل ده كده، اتنين زائد اتنين. واسديه زي ما حضراتكم شايفين تركيب المبيض او الكربال ليه تركيب خاص شويه، لما ناخد الفصائل هنبقى ده بنتكلم عنه بالتفصيل قبل كده. هنا ساعات بقى بنلاقي بعض الازهار بيكون المسقط بتاعهم معقد شويه، بقى بيبان فيه نكتر جلاند او غدد رحيق، بنلاقي شكل الاسديه مختلف شويه، الوضع المشيمي واضح جدا، وهنلاقي المشيمه اللي هي لونها احمر دي ماسكه البويضه والبويضه مقلوبه. فاحيانا لما يكون التركيب معقد بالشكل ده بيبقى محتاج ان احنا نتمهل شويه في شرح العينه وفي رسمتها. يعني بكده بنكون انتهينا من هذا الفيديو القصير لعمل او لرسم الرسم التخطيطي او المسقط الزهري، سميه ما شئت، لكن طبعا الاسم المتعارف عليه مسقط لان احنا بنشوفه من فوق. ده بشكل يدوي. الحقيقه في معمل افتراضي بيقوم بعمل هذا الامر بشكل ميسر وسهل وبسيط وممتع في نفس الوقت، وده هيكون موضوع الفيديو القادم بمشيئه الله. الى ان نلتقي في فيديو قادم من فيديوهات تبسيط العلوم، اترككم في رعايه الله وامانه، ونسالكم الدعاء بظهر الغيب، ان كنت وفقت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.